يو يوتيوب ابيزود اخر من الكونسيبت جديد ديال ستريت ارت ريفيو. اليوم معنا غيست تري سبيسيال بوز فلو في لو بي جديده ميتامورفوز ميتامورفوز. الانترو كتلقاها اوديو هنايا بوز لو شوا اللي تي دو ميتر اون فيديو. واللي زوين فيها هي انها بالنسبه ليا انا على اللي كنعرف ما عمر شي حد ما دار انترو ديال شي او بي اون مود فيديو. والفكره كفكره عباره عن بيهايند ذا سين الكواليس ديال ليكريتور ديال هاد لو بي. هادي فكره واعره بجد. و بوز راه افكار ابداع. نبداو بالتراك الاول دروب. طابي اللي جاي لها القلب وخيفتي ليها باللي الغزال الكلب. هنا كي ادريس الميساج ديالو ديريكتومون للناس اللي كيديروا لي كومونتير كيعطي الراي ديالو. نورمالمون كيكون مبني على الفكر ديالك ماشي على المشاعر. وخيفتي ليها باللي الغزال الكلب الدارجه ديالنا المغربيه الامثال الشعبيه وطارت معزه. مقاريف الطاوله اللي قاري في كاس بالنسبه ليا انا انه الناس اللي قارين في المدرسه ماشي بحال الناس اللي قارين في الزنقه. والزنقه فيها بزاف ديال الشعاب من بين الشعاب اللي دوا عليهم انا بوز شعبات الكاس. بالرسم اناليزي اللي عاشو الكور ماشي كيجرحات وكيحافظها في كور تو سامبلومون انه عمر الثيوري ما كتلقى مع البراتيك. مثلا الوالدين ديما كيقولوا لولادهم عندك تكمي عندك تبلا عندك هادشي ونهار كتبلا وكتجرب عاد كتعرف بحق هذاك الشيء. دونك النظريه عمرها ما كتضاهي التجربه. والكوري كادري في لسانو لا يقر لا يحلو لصايا واخد شوف اللي شافو نكر. والكوري كادري في لسانو لا يقر بمعنى الذات كتحكم في اللسان باش ما تخرجش تزطم على شي مواضيع اللي تقدر تحاسب عليهم. وراكم عارفين بزاف ديال المواضيع اللي عندنا في المغرب دي تابو اللي ما تقدرش تهضر معاهم بحال الجنس بحال الدين بحال السياسه. شحال من حاجه كتاناليزيها وكتفهمها ولكن ما كتقدش تهضرها هي باش ما تشوكيش لانترلوكوتور اللي قدامك باش ما تشوكيش داك الانسان اللي قدامك هي في المشاعر ديالو هي في المعتقدات ديالو هي في التوجه السياسي ديالو وكتبقى بتحفظ. دونك كي كونترولي لسانو باغي يزطم ويقول شي الحوايج ولكن كي كونترولي لسانو. لا يحلو الوصايا واخا تشوف اللي شافوه نكر. لا يحلو الوصايا واخا اللي شتي اللي شتيه اللي عقتي به اللي درتي ليه نكر ما تقولش لا ماشي انا. ثاني حرفها ما قادش على الحرب حتى كتبغي تخرج ليا الفكره وكيحرفها طالبي تعادل ونخسر بواحد. لا بغيتي الحرب مع شي حد عيط لينا كاينه ليكيب. يشوف الشارقه ويسميها الغرب لدرجه واخا تشوف الشمس الشارقه سميها انت الغرب الا قالوا لك الغرب. لا قالوا لك السما زرقاء زرقاء قالوا لك كحله غوز فستقالي اي لون قالوا لك قولوا يا صاحبي سير مع الموجه حط راسك مع الريوس عيط قطع الريوس. بلا تحرب السين ما يبني الساس ماشي كل اللي جابوها لاس كيورثوها كلاس. ماشي كل اللي جابوها لاس كل اللي ورثوها كلاس. هنايا بالدارجه من الاخر الله يجيك من المشتاق الى فاق اللي كبر في العز وعايش في العز راه كتلقاه بخير ما كيتبدلش. وكل ساس باغي اللي يبني حر وانا من صغري ما كنسمع غير صبر وباش نشونجي ما كافيني عمر ما باغيش ندوز حتى انا غير شبوك الشيرنر. وباش نشونجي ما كافينيش عمر بمعنى انها باش يتبدل هذا الشيء هذا ليطا ديسبري هذا المايند سيت هذه العقليه اللي عند بوز باش يبدلها راه ما كافياهش حياه وحده خصو حياه ثانيه والثالثه والرابعه باش تشوف واش يقدر يبدل راسو ولا ما يبدلش. مي كنظن انها جواد ما يتبدلش. ستيلو بين وراقي ناقشة موزايك وطن السماوي والكوميسيري فايك عندي كيما البورو كي كازا اولمبيك. معناها وريفر الحاجه شنو الماركه ديالها ولا واش هذه مزيانه احسن من الاخرى المهم بالنسبه ليه هو الاساس اش كطليق سبرديله كي زانوتي كي حلومه. المهم سبرديله صح حلومه سبرديله. ما عنديش ابارتومون ما محتاج السانديك. هنا جو بونس هذه ديو على قد عقلي. الوحيد اللي فاهم التراك 100% هو مولاه كيبقى داكشي الاخر تاويلات. التأويل ديالي هنايا هو انه ما عنديش ابارتمون ما محتاجش سانديك. بوز داخل على الجيم ما عندوش ابارتمون ما عندوش ان بيان ما عندوش شي ممتلك في الراب بالنسبه ليه اللي مادي اللي غيحتاج فيه النقابه كما كيقولوا روبا كامله راه كاينه النقابه كاينه النقابه الوغ كو هو راه داير هادشي بكاع الحب ماشي بكاع الحب. ما كنعرفوش نخبيو الكعيا مورا تشيز ما طرا والو بدلنا غير كتما بالانديز. طرا والو غير بدلنا كتما بالليزانديز سي جوست كو انه السات اللي كان كيتريدي معاه بينو تجاره في كتما
بدل هذاك التريدر هذاك التاجر بتاجر واحد اخر ساكن في لي زانديز. لي زانديز هي مجموعه ديال الجزر كتسمى ارخبيل اون فرونسي ارشيبيل، كاينه في لي زونتي، معروفه بالتجاره. مورا كل ديمقراطيه بلانيها غمي سوسي ني با اون بيب واخا راس بيبا سوسي ني با اون بيب واخا راس بيبا. هنايا بوز دار ريفيرونس على الطابلو ديال واحد البانتر رسم بيبا ورسمها نيت ديال بصح بيبا هي قدامك وكتب تحت منها سي با سوسي ني با اون بيب، بمعنى وهي بيبا وانا كنقول لك ماشي بيبا. يلا انتحر، ما نقولش لك سميه ديال البانتر والسورياليزم وداكشي لحقاش ما ماشي الهدف منه شنو هو داكشي قد ما هو الهدف ديال الفكره اللي بغى يوصل لك. كيف راه جفودة عندي الحقيقه اللي غايبه طلع ليا في الله وشو تشوف الدراري رايبه كيف راه جفودة عندي الحقيقه غايبه. كان كي لو بوين كومون ما بيناتهم ما بينات فرج فودة اللي قتلوه حيت كان كينتقد الدين من بين المقدسات ومن بين الحوايج اللي طابو اللي ما تقدش تهضر فيهم وتناقشهم، تا بوز ما يقدش يناقش معاك بزاف هادشي هذا لحقاش قد يكون خايف على راسو يطرى عليه ما طرى الاخ الوسيم. كان عيا باللغه ونسول في البار فينو ما طاري حب مع زهري واخا عيني في عينو كان عيا باللغه وكنسول البار فينو عييت ما نهضر معاك اصاحبي حتى المو عمرت وبغيت نخرج ليك وما بغاش يوصل لك الميساج صافي خليني نمشي في الغضب حانه ما طاري حب مع زهري واخا عيني في عينو. انا يا ما كرهش بوز عينو في عين زهره زعما تكون داك لو كود فودغ داك الرعده ديال الحب زعما يزعطفوا في بعضياتهم يعيشوا بخير الوغ كو الزهر ما كان معفر عليه. بلاكه ديال منوع الزياره عندي في بابي راه ماشي وهبي انا باش نجي باب كان ابي. هنا تو سامبلومون بوز كيقول لك انه ما كنيتوش وهبي باش يقول لك كان ابي، ليس الفتى من يقول كان ابي ولكن الفتى من يقولها انا ذا اللي كيجيبها بدراعه. باكاجي فوق ظهر الايبيلد بكيتي باكاجي فوق من ظهر الايبيلد بكيتي. هنا تو سامبلومون كيقول لكم جواد انه كيستهلك واحد المنتوج سميتو كمال، ولكن السؤال الذي يطرحه نفسه هو سؤال الحلقة، واش كمال صفراء ولا كمال زرقاء؟ واخا حياتي تيشكا غادي فيها مدريفتي نعيا نطفيها بفيلو ديال كريشنا مورتي نعيا ما نطفيها بالفيلو ديال كريشنا مورتي. كريشنا مورتي واحد الفيلسوف هندي ما عرفتش مالو شنو طاري ليه، المهم ديك لا فيلوزوفي ديالو عيا ما يبغي يطفي داك الشيء اللي طاري ليه لداخل بلا فيلوزوفي ما سلكاتوش لا فيلوزوفي ديال كريشنا مورتي. ديما صباح بتفو مازال نهار في سيرتي الاوزون وما كامل اللي كام يا ريتي كيخنفو سكافكا مسخت في ناموسيتي كيخنفو سكافكا مسخت في ناموسيتي. هذيك ليستواغ ديال كافكا ديال واحد الانسان تنعس واحد النهار فراشو فاق الصباح قرا سخو نفوس دارو مع يومي صبروا معاه في الاخر سمحوا فيه وعيا وتما جو بونس انا جواد كيقول ان عياو ما يداروا ما يصبروا معاه في هادشي، ولكن ما كنظنش باسكو كاينين تراكات اخرين غيبينوا بان العلاقه اللي عنده مع العائلة مجهده بزاف. كاينين اللي ليان كاينين اللي ما بينه وما بين لا فامي ديالو. هادي ماشي مزيكا ديال دوميل مكمشه كي باسكي كنخليها في حيوط مهمشه وراك ولادنا في الصالونات مشمشه وراق ولادنا في الصالونات مشمشه. هنايا سي ان دوبل سونس نورمالمون شي والدين كيسولوا بعضياتهم اش دار فلان كيقول لي راه خدا الدبلوم الفلاني واش دابا كيقول لي كيتشمش قدام البرلمان. هنايا لو سونس سي ان دوبل سونس الدري كيتشمش تما والدبلوم ديالو معلق في الحيط حتى هو كيتشمش. شادين صف الساكات بعينين معمشه ومورا كل نازلة دروب هنايا مورا كل نازلة دروب جوبونس جواد فيه الرواح مخنوق من نيفو هكا صافي كضحك راه بصح راه ضاربو البرد صاحبي. نازلة دروب دروب هي لا ديسونت سقوط الحر. الناس ديال الدوبامين ملي كتكون هرمون الدوبامين كيكون طالع قد ما طلع قد ما كتكون دروب ديالو وملي كيكون دروب كيكون واحد لا ديسونت في باق ما فهمتيش هادشي كامل. بابجي كتكون هابط داير الدروب ديالك من الطياره بوتشينكي كتقرب لسميتو ولا دوك الضيوف كتنسى ما كداش باراشوت نفس اللقطه عطامي بانو من وجهي صافي قالوا ستوب واللي طامع غير في عرامتي كاينه في قنيبطو واللي طامع في غرامتي كاينه في قنيبطو اللي طامع في العلاقه ديالي زعما شي نهار يضرب معايا في تيرين باسكو جو بونس ان بوز ولا كيدخل فلوس. اللي زوينه فيه انه واخا كيدخل فلوس بقى لو برودوي اوتونتيك بقى المنتوج اصلي ما تبدلش. بيغ اب برو. كنظن ندوزو للتراك اللي موراه باسكو هنا يبقى الانسترومونتال واعر بزاف ما سخيتش ولكن لا فيديو تجي طويله ما كاينش نتمسكو الموسيقى تتكون بوحدك وسمعها امور. والاو بي ديال بوز دايره بحال شي دوره تكوينيه ماشي في الاي كوميرس في الحياه بالمنظور ديال جواد. تراك الثاني ريد بيل. ريد بيل هي الحبه ديال الحقيقه. الدراري كاملين اللي تفرجوا في ماتريكس 1991 فيرست جيج عارفين بان مورفيوس ملي وقف على نيو
جبت لي جوج الحبات الزرقاء اللي غادي تنسيك في هذه الحقيقه هذه، والحمراء اللي غادي تخرج من الماتريكس وهتعرف شنو كاين. اليوم بوز فلو جاب لينا الريد بيل. عطيت هاد الانسترو هذا اخي ديال الهورور كور. هاد القطع هادي شراوت الدراري ديال اللايف البارح اللي درناه في انستغرام، هما اللي قالوا لي البونش لاين الاولانيه ما فقعت فيها والو، ولا مساسلم رجلين. كامي كار ديال الكيف وباقي كالم. في كل كوبلي باني كون بلو بوزا بيستربو لي بالم، جايب معايا الريد بيل اللي بالعين بلو، داز عليا الخير وباقي بيو، داز عليا الخير وباقي بيو. معنا دخلت وليت على خير، دخلت العاقه ولكن باقي بيو، باقي طبيعي ما تبدلتش، ماشي منتوج مصنع. ما كنموتوش حنا لي دومي كنموتوش حنا لي دومي ديو. الوالد قاد والوالده ادميه. وطني فاتني فوت بينوكيو، وطني فاتو شي حاجه بينوكيو، وطني كيكذب عليا. شي واحد سميتو وطني كيكذب عليه وني فوطوال بحال بينوك. كنجيبوها بلا كود بيستون في زمان بنادم مساوي مونطون، كنجيبوها بلا كود بيستون، محتاجين حتى واحد باش يعاوننا ولا شي لعيبه في زمان بنادم مساوي مونطون. فهاد الزمان هذا كلشي عنده الثمن ديالو، كلشي كيتباع وكيتشرى. كتب عليا بلاد لا حريه عايشين فيها بسره واللي دالتون، كتب عليا البلاد بلا حريه عايشين فيها بسره واللي دالتون. اللي دالتون كان واحد ميكيات شحال هادي في الجينيراسيون ديالي انا، ديال واحد ربعه الخوت من طويل القصاع، كان شبعه ديال الضحك وكيلبس واحد اللعيبات مشرطين. دونك هنا يعني ميتافور شويه ديال الضحك شويه ديال الساركازم على بوز. كنحط السطر في الورقه كانوط نكريتيكي راسي في البالكون. هنا كيقول لك بوز انا ملي كيكتب شي سطر كيحاسب راسو قبل ما يلوحو قبل ما يسجلو، سطر واحد كيحاسب راسو. شحال من لويسكي كانت بلا قيمه تركبناها كبير كلينتون. علاه كنظن ديما راه كنظن انا انه شبه يا الراب جيم في المغرب يا بعد الروابا اللي تكلاشا معاهم مونيكا لوينسكي. ما بانت حتى طلعنا فوقها كي بيل كلينتون. هاد البلان هذا طرا في 1993، انه مونيكا لوينسكي ما كانتش معروفه، كانت دريه صغيره 21 عام دخلت ستاجير البيت الابيض، وواحد الوقيته درت بوم اللي اكتشفوا ان عندها علاقه خارج اطار الزوجيه مع رئيس امريكان دون لو طون بيل كلينتون. دونك كيقول لك ان كاينين شي روابا ما كانوش معروفين تطلع فوق منهم بوز فلو. ستيلو افادا كي دافرا لاي قوه فوق الطابله، ما عرفتهاش هاد البونش لاين. وسط عجاجات ولاد الباغيات حاسب الخطاوي كي فيليب بوتي، هنا غيبدا طنطين. وسط عجاجه ديال الولاد الزوينات فيليب بوتي غنزابيوها اخي. واحد الصاد كيدير لي كونفيرونس كيهضر على سميتها لاندستري فارماسيوتيك والكومبولو اللي طاري في العالم اخي، غنبقاو ثلاث سنين. شي فان د كلامي شي غي فان د صوتي لا غير ريتم راه عند الهواريات، شي فان د كلامي شي فان د صوتي. هنايا بوز كيقسم لا باز الفان بيز ديالو لجوج، كاين لي فان ديال الكتابه ديالو بينهم انا، وكاين لي فان ديال الصوت ديالو النبره ديال الحلق ديالو. وبخير جو بريفير انا بوكو بلوس الكتاب، ولا باغي الريتم زعما الفلو لعيبات راه الهواريات. امي يا امي سولي فيا، راه عندهم الفلو. تاني كان ريسكي واخا تقل وما تستاهل موتي، عايش بلساني حقاني في بلاد سطوريات الجوع والكماليات، في بلاد سطوريات الجوع. الناس اللي كيحطوا بدا ما يقصي كيصور ثلاث ساعات كيبرد كيف بدا يقصي. اي هيت ذا شيت بجد، ماشي كرينج صاحبي راه اتس ويرد، راه في شكل صاحبي الماكله محطوطه وانت كضرب ليها سطوري صاحبي شنو. والكماليات الناس بقاو واحلين في الكماليات ونساو ليسونسيال ديال الحياه، بقاو واحلين في التليفون في سبرديله. باغي ويدار من لادرينالين في الجنه، ما باغي كاس ما باغي تيتيزات، الا كان مكتب ليه ويمشي للجنه ما باغيش، فات هو داك السطاد ديال غير طمع في الجنه على قبل الحور العين ولا على دوك الانهار ديال الخمر وداك الشيء اللي موعدنا به الله سبحانه وتعالى، باغي شي حاجه اللي فوق من هذا الشيء. وربي راه غادي يعطيك، حيت الجنه الكونسيبت ديالها شنو هو، وان اي حاجه تسنيتيها ولا تمنيتيها كتلقاها في البلاصه قدامك. دونك اخي بوز كون هاني ان شاء الله، لا مشيتي للجنه ما تلقاتش شنو، وتسونامي ديال الادرينالين تسور فيه بجوج. باني لي بيراميد في الراب زبيله زابونيه لا سعيه لركيزات، باني لي بيراميد في الراب هي باني ان مونيمون، انها في الراب ماشي باني كاريرا، باني مونيمون صاحبي من معجزات الدنيا السابعه، بحال لي بيراميد بحال لا تور ايفيل بحال السورسين العظيم بحال برج الحريه. باني هو بحال الستيل هذا في الراب، ما بانيش كارير بلا تلصاق بلا فلوس بلا كود بوس بلا حتى حاجه.
كان جيك الماري سيليست قال لي زعما راه ديجا غبرو الدوخة جبل ايفيريست غي شدو في البيفانوس برو حليوة راه غي فيمينيست كيدوخ بسميرنوف و اسبرو حليوة راه غي فيمينيست كيدوخ بسميرنوف انايا ما قالش شي حاجة اخرى دونك يعني سميرنوف ايس بالنسبة ليا راك ما عارفين شكون اللي كياخدها و اسبرو حليوة ياب بان واعر جاك ديريك هذا راه ماشي دق هذا راه فرقع الباب اخي بسطامي ما كيغنيش بابا اوتي بسطامي ما كيغنيش بابا اوتي كنتسناش الوالد يصرف عليه مذكرات الموت حدايا والنوطي مذكرات الموت حدايا والنوطي هنايا ريفيرونس لديت نوت الانيم الوحيد اللي شفتو في حياتي ديت نوت اللي هي ترجمها جواد مذكرات الموت حدايا وكنوطي اللي كتب سميتو في هذيك مذكرات الموت كيقتلو اللي من بينهم مورفين تيفلو فيغوشي اللي دار فيها بوز نحطو ونشوتي عندي رابر في الخضر رابر في الكوتي اللي دار فيها بوز نحطو ونشوتي اللي بغى يسرق لي افكارو كما قالها عارفين ما قالهاش بهذه الصيغه هذه ولكن قال نفسها كانت نفس ليدي حطو قدامي ونشوتي اللي كيدير السيفي بفيلو ليا والحكومه غير جاو ديال الفيله ليا ضاربين فلوس لوزاره الكره ما تجيش تقول لي كناض البنيه هنايا البوز ديريكت ديزيدروس حيت هو اللي بان رابور في هذاك البروجي ديال لا كوب دي موند ديال لي كلوب و فلوس الوزارات والكره سي نورمال باسكو الوزاره البيدجي ديالها منين كيجي من فلوس ديال الشعب ديال دافعي الضرائب والجامعه براسها حتى هي هذاك البيدجي اللي كيخرج راه من الخزينه العامه والخزينه العامه ديال الدوله راه كتعمر بفلوس الضرائب دونك ما تجيش تقول لي راني كنناضل بالنيه راه ما كتناضلش بالنيه الا كنتي كناضل بوز عرفتي ما سخيتش بهذا الانسترو باسكو انسترو فشكال اخي جو بونس ندوزو التراك اللي موراه اللي بعده التراك الثالث كاج شي مرعود وشي كامي وشي كيسين وراق القوريات لحلو الحبل مولفلوكا شينيغامي مولفلوكا شينيغامي شينيغامي هنايا عاوتاني ريفيرونس لهذاك الانيم اللي دوينا عليه قبيله ديت نوت هذيك مذكرات الموت كيكون عندها واحد الملك من العالم الاخر عالم الجن كيتسمى عندهم في هذاك الانيم شينيغامي وهذا شينيغامي كياكل حاجه واحده كياكلوا التفاح دايوغ راه عندي ولدي كيتسطى التفاح وكنعيط ليه دار شينيغامي مول الفلوكا شينيغامي بمعنى ان هذاك السيد اللي كيدي الناس كيقطعهم البحر وكيدخلهم في هذيك الهجره السريه يعني شبهوه بشينيغامي يعني اي واحد كيركب معاه في هذاك الباطو راه محكوم عليه بالموت ومن هنا كتجي تسميه قرار بالموت غيت القرى دير الودن اللي غتسمعوا في السطل عمر رادي من بين المعتقلين السياسيين عندنا في المغرب معتقلين الراي كان تعتقل خلفيه بزاف ديال الحوايج وابرزها راكم عارفين شناهي راه القضيه دارت لوبوز في الميديا كلشي مغرب كامل في خبارو غيطلقوه بمعنى انه راه واخا يكتب راه الودنين اللي غيسمعوه لاصقه في السطل ودنين لاصقه في السطل ورا السطل ودنين سطل ارا السطل بالمطرقه والسندان كرامه المغربي كتلوز مطليه بالدم بالمطرقه والسندان هنا كرامه المغربي راه كتلوز بالدم المطرقه حكومه السندان الوقت الزمان الغلاء الاسعار الوضعيه اللي كنعيشوها دابا كرامتنا ما بين هاد الجوج ما بين حكومه ما كتسمعش ليك وما بين هاد السندان اللي هي الوقت داني ولي ونعدان ما شماني يزم تنغيني نيبو وغرم ما كرهتش كون كنت كنفهم الشلحه ونشرح ما كرهتش في المدرسه تقرا الشلحه في بلاصه الفرنسي نتفاهموا بعدا ما بيناتنا حنا خوت وعاد نشوفوا نتفاهموا مع اللي برا البلاد ما كرهتش وما كرهتش شي واحد يدخل للتيم يكون كيهضر بالشلحه باش يعاوننا على بحال هاد لي رابور اللي كيدويو بالشلحه اللي انا ما كرهتش واحد النهار نوقف عند مول الحانوت ونسمعوا طالق ايكيدر وبخير ديك النهار اللي غطرى فيه هاد الشيء غنحس بان المغرب غادي لقدام جيني رياض انتي سندان الانتهازي كيهرس واللي بنفسه كيغرم الانتهازي كيهرس واللي بنفسه كيغرم الانتهازي جو بونس هنا يقصد بها بوز فلو الباترونا لي غروند بواط في المغرب اللي شادين ليكونومي ديال المغرب كيديروا اي حاجه باش باش يكبروا لو شيف دافير ديالهم وباش يربحوا الفلوس وخا داكشي يكون غيهرس البلاد واللي بنفسه اللي كيموتوا على البلاد كيغرموا بان طريقه كنغرموا داكشي اللي تهرس بالضرائب سو
سوريا لي غابت في احلامي سول كاع لي عاشوا معانا ليله طلبوا تسليم كنشرط في الحيط ايامي كنشرط في الحيط ايامي هادي غيعرفوها الناس اللي دازوا من المؤسسات السجنيه وسورتو هذوك المؤسسات السجنيه اللي ما كتعرفش واش اين نهار نتايا ولا كتكون مضروب بالطويل باش غير تبقى عاقل على نوسيون دو طون لحقاش تما كيحبس عندك الوقت كتحس بس عندك الحياه كتحبس كلشي باش تبقى او موان عايش في الوقت وعندك لا نوسيون دو طون كيشرطوا كل نهار جابوا ليه الروبا كيضرب شرطه في الحيط باش يبقى عاقل على الايام اللي دوز شحال دوز شحال باقي الله يطلق صراحه كل معتقل ما دايرش علاش فري بناوي يا المراكش هاد الحاله كلشي ولا تيبرانكي والديه اللي غسلوا الخروق المغربيش هاد الحاله والديك اللي ضربوا تماره اللي سبقوك على نفسهم امك اللي هزاتك في كرشها اللي صبنات لك الخروق وليتي كتبرانكي فيها باش دخل فيوز بصبانيها على 16 كنعيش كي حسن الحافه في واحد الجهات حرام كنعيش كي حسن الحافه في واحد الجهات حرام حسن الحافه واحد المدون من تارودانت كان تعتقل بسبب انه هضر على واحد موظف سامي في الدوله هنا بوز كيدير الريفيرونس كيدير نفس اللقطات التدوينات وداك الشيء والكريتيك اللي كيدير هذا السيد هذا غير هو في واحد الحاجات اللي حرام انك تدوي فيهم لي طابو بوز لي غيدمصو تاريخ وكيدارو مع التاريخ بورغواطه في الكراسه بوز غيدمصو تاريخ وكما دمصو تاريخ بورغواطه في الكراسه بمعنى انه بوز ما غيذكروش التاريخ ديال المغرب لحقاش على ما كيبان ليا معارض للسياسه ديال اللي نهجها الحكومه حاليا ما غيتذكرش التاريخ بحال اللي ما ذكراتش مملكه بورغواطه اللي كانت في المغرب اللي هي مملكه امازيغيه كانت ما بين القرن السابع ميلادي حتى القرن العاشر ميلادي الحازق اللي تاق في خطاب التغيير مازال كيغير غير في القهوه الكراسه الحازق اللي تاق في خطاب التغيير باقي كيبدل غير في القهوه الكراسه بمعنى هذوك الاحزاب السياسيه والمنتخبين ملي كيبغيو يترشحوا كيبقاو يعطيو واحد الخطاب اللي ديال زعما غتغيروا وغنبدلوا داكشي ومساك الناس اللي كيتيقوا فيهم واللي كيشدوا 200 درهم باقيين جالسين في بلاصتهم وما تبدلت لهم حتى حاجه اللي بدلوا غير الكرسي ديال القهوه اللي كيجلسوا فيها ديما بطالات شومير جالس قهوه مقابل عباد الله الديزو الراجع ما تقول عزيز ما تقول له هرمانو عدود كيحسن من امي بماسك اللي ما يقولها غيطك لسانو لما تعيش حر غيتيري في راس هنا بغض النظر شنو بوز شنو بغي يدوز في الميساج في هذا الفيرس هذا ولا شنو بغي يقول فيه ولا داك الشيء الطريقه ديال الاداء ديالها كتفكرني بالاغنيه ديال الناس الغيوان عايشين عيشه دبانه في البطانه وهنا كنظن انه بوز بغي يقول لنا انه الا كان والدينا عندهم ناس الغيوان حنايا راه عندنا ناس الغيوان ديالنا اللي هو بوز كنظن ندوزو للتراك اللي مورا نوستالجيا 3 ليبيزود الثالث من لوتوبيوغرافي ديال بوز فلو يلا نمشيو نشوفو البلان كي داير لقيت راسي في عالم خدام يبان كيبان وغيرو وانا الضحيه باش بان الماني اللي جابني ايرو هنا بوز فلو كيقول لك ان الوجود ديالو في الحياه ما كانش اختياري الواقعه ديال تجي للحياه ما كيكونش اختيار شخصي ولكن كيكون اختيار ديال واحد الناس وحدين اخرين و تو لو سوبي ونورمالمون ملي كتكون ضحيه ديال شي حد ولا ديال شي اكت كتكون كتلوم هذاك الانسان اللي نتايا اللي دار لك هذاك البلان مي هنايا بويسكو بواه كيعتبروه هيرو واخا كلشي واخا ما عرفتش شنو غادي يكون طرا كاع تسبب ليه في الوجوديه اللي بزاف الناس ما اختاروش انهم يجيو للحياه كيحتارموا بالنسبه ليه في عيني هيرو الله يخلي لك الوالد اخي حليت عيني في براءه مولود يونس ونوره شراوت الخوتو مولود يونس ونوره هادي لا فامي دونك ولا كيقربنا شي شويه من لا فامي ديالو كنعرفوهم كو اوتون كو بيرسون ماشي غير كيدوي خويا اختي وداكشي واخا الظروف الحب انتصر ما تشاطو حتى شعره ماشي كي زواج اليوم اجيب لي حولي جيب لي نقره هنايا بوز كيدير واحد شويه ديال الساركازم على الجوج ديال دابا وكياخذ بعين الاعتبار كمثال الجوج والدي واخا قلت شي واخا الظروف اللي كانت بالحب والدي قدو يحافظوا على هذاك العشيش ديالهم يجمعوا وليداتهم ويكبروهم الوغ كو الجوج ديال اليوم ولا كيتليميتا في جيب لي حولي جيب لي الدفوع علاش غير باش تبان كاينين الناس في هاد الوقيته ديالنا باقيين كيامنوا بهذا الشيء وبالمبادئ وبانيين اسر ومفاهمين مع بعضياتهم وداك الشيء ولكن مالوغوزمون الغبيه والمجتمع ديالنا
طغاو عليه الماديات وطغى عليه لو بروفي. ملي كيتلاقاو جوج ديال الناس كيشوفوا في بعضياتهم انا شنو غنربح مع الاخر، وما كيشوفوش واش غنبقاو مع بعضياتنا حتى يطيحوا لينا سنانو وما يبقاوش عندنا الفم، واش غنبقاو نبغيو بعضياتنا بحال النهار الاول. And that's it bro. 1996 الخير سلال وصبره، رحلنا العين سلطان حيث ما رضيناش وخوتي كبروا. الوالد صبره باغا دير عائلة دموعي يسيلو، الوالد ملقى كيف وغارق غير في الشعر وليلو. بوز كيقول لك انه في 96 ترى واحد ليفينمون انهم رحلوا لبلاصه اخرى وزاد تكرفيس، كان مفروض عليهم انهم يرحلوا تما باسكو كبروا وخصهم شويه ديال الاتساع جو بونس، والوالده ديالو عانات بالجهد ومالغري سا صبرات شي حاجه اللي ما بقاتش في وقتنا وقلت شي باسكو جو بونس انا الوالد ديال بوز ارتيست كيكتب الشعر وارتيست وكيخدم بالليل جو كرو، وانتم راكم عارفين حياه الارتيست في المغرب ملي كتكون ارتيست كتعيش محن، وحنا كاملين عارفين انه ملي كتكون فنان حتى في الراس في بزاف الحوايج في الوقيته اللي كتكون كتخرج داك الشيء ما كتصرفش عليه، حتى من بعد كتموت كدوز 100 عام 200 عام 300 عام على الطابلو ديالك اللي كيتباع بمليون دولار. 2002 حطيت قاعي في مدرسه ابن رشد، كنزيد خرافه على الاوهام اللي دازوا في الرضاعه. بوز كيقول لك في 2002 دخل المدرسه وكيزيد اوهام على الخرافه اللي دازت في الرضاعه، هي انا عارفين انه داكشي اللي رباوك عليه والديك والمبادئ اللي رباوك عليه والديك والثقافه اللي ورثتي من عند والديك والديانه اللي فرتي من عند اللي ورثتي من عند والديك بو امبورت الديانه مجوسيه هندوسيه مسيحيه ما كتعزلش. دونك بالنسبه ليه خرافه دازت في الرضاعه والسيستيم ادوكاتيف كيزيد يكمل لك الباهيه، حتى هو كيزيد يبروغراميك باش كيخرجونا فوتوكوبي ديال فوتوكوبي ديال فوتوكوبي ديال فوتوكوبي ديال واحد المنظومه ديال يا ربي بخير. تربيه اسلاميه كتقدس غير فليحه كمنا باش بغيت نقول لك شرح الوضيحات من المفضيحات. تاريخ بادي بطولة فيها صلعوا من الزعيمة، غير باش ما ياخذهاش الانسان بحساسية صلعا ملي كتقراها كتعني لابغيفياسيون ديال صلى الله عليه وسلم، اذا الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باش ما كتجيش كثيرة ولا ما تبقى تعاود مثلا في لامبريسيون وداك الشيء كيكتبوا صاد لام ع ميم صلى الله عليه وسلم. فلسفة بادية بسم الله الرحمن الرحيم، طفولة دازت بلا توجيه ترباوي غير غادي، صنعوا الفئة اللي طق عليها مطرق هذا القاضي. هنا عاوتاني كيعاتب النظام التعليمي في أنه ما كاينش توجيه تربوي، وفي هذا الخطأ هذا بويسكو ما كاينش اون اورونتاسيون ايدوكاتيف كيخرجوا كتخرج واحد لا جينيراسيون ما عينها لا في قرايه لا والو، وبيان سور ملي ما كتكون لا قرايه لا والو هذاك الجيل كيمشي للاجرام والاخر المطاف مطرقة القاضي وصرت قرا فيق هذا المغرب اللي درتي ليه الكريتيك ايبانيك. هنا كيقول لك بوز انه في المغرب كاينين شي حوايج اللي ماشي من حقك انك تكريتيكيهم، راكم عارفين شنو الحوايج اللي ما يمكنش تتكلم عليهم. وقصي ابي في حيوطي يا مولك راك باباك لوطي. وهنا كيقول لك بوز اسي ابي اكاب واحد 3 1 2 راس معاه في حيطو يا اللي قرادي انا لن اتحمل المسؤوليه. بلا الحيس بلا ما نزوق جبت لعائلتي ما رشيناش، مسحت الباص حيت جواد قتال زبي ما سعيناش. كاع داكشي اللي وصل ليه وجر مع عائلته اللور جابها بدراعو، ما رشى حد ما دبر على حد ما تلصق على حد ما لحس حد. هنا كتكون سالات نوستالجيا تخو ان سويفا. تيكي تاكا الدراري ديال الكورة راه عارفين فيتشورين مع برمودا ويقصر داكشي ديال البارسا، أربعة هاد الفيرس عندي، أربعة عندك، ثمانية عندي، ثمانية عندك، 16 عندي، 16 عندك. سيكو حدا قرطاسي جاي كيكويرا مشارجي الميراج. هنا بوز فلو كيعطي ريفيرونس على الانقلاب اللي طرا في المغرب سنة 1971 ملي كان الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه داخل المغرب، تبعوه لي ميراج ديال الميليتير اللي كانوا بغاو يديروا ان كو ديتا، واحد منهم كويرا وكان سايق ميراج طائرة حربية مصنع فرنسي بحال بحال الاف 6 مصنع امريكي. قوة مرجال نهار نموت ونقولوا ليك داكشي اللي لقيناه اكثر من هاد الرجولة ما غتلقاش. كيقول لك برمودا نهار يموتوا غيرجعوا ويقولوا لك شنو كاين في الاخرة. جينا كات كات جر خط خط قاسمينها في جيبنا جوج جوج ميزان. جينا كات كات ضاربين خط خط
قاسمينها بيناتنا جوج ميزان. جوج ميزان اللي ما كيعرفش شنو هو هذا الشيء هذا انا غنشرحه لك دابا. زيد ا سعود اللي باغي تراك لي فلور انت حق حبتك هاك كوزان بغيت وريضات سير عند كوزان تراجع وسط الورود فكع لي كولاب الدوله انا في دكتور وطا ايزان فكع لي كولاك ديال الدوله الدراري ديال كول اوف ديوتي وار زون غيعرفوا شنو هو البلان كولاك حباسات كل تراك مطبي في ماشين انيغما حيت بلادي زيزوار ماشين انيغما واحد لا ماشين ديال القوداج كان كتستعمل في الحرب العالميه الثانيه كيستعملوها الالماني باش يدوزوا الدكاك على الانجليز غير هي النقال زعاقوا بهم وشدوها بداو كيدوكو ديو العباد ديالهم داكشي علاش ما دخلوش عليهم برلين الوغ كو برلين كانت تعرضت لواحد القصف مطانط انا خاوه ديالي في البولفار ما غاديش نبان لك حاط فراش نبيع وكندير لا هنا كلاش ديريكت المورفين هو اللي كانوا حاطين الميرش ديالو في لي ستون ديال البولفار وهالعار ما سالي ودوك لي ستوديو جمعوا الكارطه تقصدوا الكار فينو بوز الطاوله التالي عندي الحل وما عندي حماس ليه فينو بوز اه جالس في اللور ديال القاسم عنده الحل ديال المساله عكزا خي نوضي خليهم داك شو خلاهم ضاربين مع داك البلان لا غير البوز بصح انا نعطيك البوم بيك سمعوا الله طلي هنا كلاش عاوتاني ديريكت البيك قال لي راه ساهله اخي ندير البوز ونصاوب لك البوم بحال ديال البيك هاك سمعوا ولا طلي مينز اتس بيك بولشي كندور كنبغي نزيد كنبدا ندور من دريفتي في المدار ربي في يوتيوب ونص الكبير حاطو في البازار علاه كيقول لك برمودا الراب ديالو اللي في يوتيوب راه غير شي شويه هما الباكيج الكبير ديالو راه محطوط عنده في البازار وحنا كنعرفوا كاملين ان البازار شكون كيقصدو غير الناس العشاقه اللي كيبغيو اون بياس اونيك دونك داكشي ما مديورش لاي واحد مديور لي كوليكسيونير الكذوب اللي فيكم بحال الكذوب اللي في الديور ديال الماساج هذا اللي يدوز فيكم فاش يسحب كاين الاحترام ديال الباساج الكذوب اللي فيكم بحال الكذوب اللي في الديور ديال الماساج حنا كاملين عارفين ان ملي كتشوف صالون دو ماساج حنا ما عارفين ان ماساج كومبلي كورا كور هنا تبدل شي شويه ستيل ديال البوز ولكن عجبني البلان تو هاي بيس هبي داكشي بوب راب ديال وهنا كتنطابق المقولة ديال الخر مبخر تحت شعار لا تحزن سمعته البارح و انسترومون تاع الميلانكوليك بزاف يو روبو في الويست ولدو صافي كنعيش غير دوري دماغي طافي هنايا الريفيرونس روبو في الويست الناس اللي تفرجوا في ويست وورد عارفين هذاك البارك اللي فيه الروبوات كيمثل كيقول لك انها غير روبو في هذه الحياه هذه وانها كيمثل غير الدور ديالو حيت تما كاينين جوج ديال الانواع ديال الناس كاينين لي روبو لي اندرويد وكاينين الناس اللي كيجيو يفيزيتو هذاك البارك وهذوك لي زوندرويد كيلعبوا غير دور في ليستوار ديال هذاك البارك كامل وهنا كيقول لك بوز انها راه غير لعب دور في هذه الحياه طريقي كلها شوك وجاري حافي عشت الزروالي الدنيا نجات الوافي عشت الزروالي الدنيا نجات الوافي ريفيرونس لواحد الفيلم مغربي قديم كان فيه الزروالي زعت في نجات الوافي وهي ما مسوقاش ليه دونك كتكون باغي الحياه وهي يا راسي فين غادي بيا تالين احسن طمانينه في كرش امي جانين حتى هي ما تقرا حتى هي ما تقلب على الحقيقه حتى هي ما تقلب على شي حاجه اللي تفاجئها عليك كتبقى احسن طمانينه هي في كرش امك هكذا تكلم ابو زراديش لي ناقص العقل كنبان له خرافه انا كيشبه راسو ب زراديش رجل الدين فارسي بس واحد الديانه تنسى ليها سد عليا كانيفي عيا والطوبوات وما عياني فيه سد عليا كنيفي عيا والطبوات ما عياني في خاي جواد ملي يضربك البرد وتخناق وداك الشيء كدير بانيو كتعمر فيه الماء سخون كدير فيه النعناع كدير فوطه كيتسرح لك لي سونيس لي سينوس ويا ليام ليام زادت حرارة ونسينا ويا ليام ليام انا بغا نهضر معك الانسان الانسان ما غنسمحش لك جواد لا دنيا لا اخره حيت ما غنقدش نعاود نسمع التراك مره اخرى